بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، أحبائي طلاب الصف الحادي عشر العلمي، يسعدني أن أكمل معكم مقرر الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في مادة الكيمياء، وأتمنى من الله تبارك وتعالى أن يكون كما تعودنا في مادة الكيمياء مادة سلسة سهلة بسيطة، سهل جدا تعلمها، سهل جدا التعامل معها ومعرفة محتوياتها، وسهل جدا أن ننشط مهارات التفكير العليا لدينا بأن ننميها ونستخدمها في تحليل وتركيب المعطيات التي تعطى لنا في أن نتوصل لحقائق جميلة جدا وسهلة جدا في مادة الكيمياء. مقررنا هذا العام للفصل الدراسي الثاني يتناول ثلاث فصول رئيسية، الفصل الرابع والخامس والسادس. الفصل الرابع والخامس يتناول حالة المادة الغازية، أي الحالة الغازية للمادة وكل ما يتعلق بالغازات، بدءا من صفاتها، بدءا من العناصر الأساسية لأي غاز والمكونات الأساسية التي يجب التعرف عليها للغاز، ثم قوانين الغاز وكيف نتعامل مع هذه القوانين وكيف نستخدمها في حل المسائل الخاصة بالغازات. ثم ندرس في الفصل الخامس والسادس الحالة السائلة والحالة الصلبة. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى الفصل الرابع، وهو يتناول الخصائص الفيزيائية للغازات. القسم الأول منه نظرية الحركة الجزيئية للمادة. كما تعودنا في أي قسم في أي فصل لابد أن يكون هناك مؤشرات للأداء، يجب علينا أن نخرج من هذا الفصل أو القسم بتعلمه. أول مؤشرات الأداء وهو أن نتعرف على نظرية الحركة الجزيئية للمادة، أن نذكر نص نظرية الحركة الجزيئية للمادة بوجه عام، سواء كانت هذه المادة غاز أم سائل أم صلب. المؤشر الثاني أن نذكر الفرضيات الخمس لنظرية الحركة الجزيئية للغازات، وهنا خصصنا الغاز لأن دراسة الفصل الرابع تتناول دراسة الغازات، فسوف نتعرف على الفرضيات الخمس لنظرية الحركة الجزيئية للغازات. مؤشر الأداء الثالث أن نصف كلا من الخصائص المميزة للغازات، نتعرف على الخصائص التي تعلمناها قبل، الخصائص التي تميز الغاز، ونربط بين هذه الخصائص وبين الفرضيات الخمسة التي درسناها، أي أننا يجب أن نتعرف على خصائص الغاز وهذه الخصائص نحققها باستخدام فرضيات نظرية الحركة الجزيئية. مؤشر الأداء التالي أن نصف الظروف التي ينحرف فيها الغاز الحقيقي عن السلوك المثالي، بمعنى أن هناك غاز حقيقي وهو الذي نتعامل به في حياتنا اليومية، وهناك غاز آخر سوف نسميه الغاز المثالي وهو الذي يتناسب مع الفرضيات التي سوف ندرسها. ثم نتعرف على كيف ينحرف الغاز الحقيقي، ما هي الأشياء التي تجعل الغاز الحقيقي يختلف عن الغاز المثالي الذي افترضناه أو الغاز التخيلي الذي افترضناه. أولا ننظر إلى هذه الصورة جيدا. هذه الصورة تمثل المادة في حالاتها الثلاث. الأول هذا الحالة الغازية غاز، الشكل الثاني الحالة السائلة الليكويد، الشكل الثالث الحالة الصلبة سوليد. لاحظ من الشكل، كما تعودنا جزيئات الغاز بينها مسافات كبيرة، توجد مسافات كبيرة بين جزيئات الغاز وبعضها البعض، بينما هذه المسافات أقل في الحالة السائلة، بينما أقل جدا في الحالة الصلبة. جسيمات الغاز تتحرك حركة عشوائية في جميع الاتجاهات كما نرى، بعيد عن بعضها تتحرك حركة سريعة عشوائية في جميع الاتجاهات،
بينما حركة السائل مقيدة إلى حد أكبر، حركة الصلب مقيدة أكثر، بمعنى أن بين جزيئات الغاز تقريبا قوة التجاذب ضعيفة جدا أو تكاد تكون معدومة، لكن هذه القوة تكون أكبر في حالة المادة السائلة، وتكون أكبر جدا في حالة المادة الصلبة. لذلك دائما إذا مسكنا أي جسم في حالة صلبة لا نشعر بأي حركة لجزيئاته، لأن هذه الحركة مقيدة، حركة في محلها في مكانها، حركة مقيدة. بينما في الغاز بمجرد أن ينتشر عطر نجده ينتشر في المكان كله، بمجرد أن ينطلق غاز نجد هذا الغاز ينتشر ليملأ أرجاء المكان أيا كان المكان صغيرا أم كبيرا، لأن جزيئات الغاز تتحرك حركة سريعة في جميع الاتجاهات، وحركة تنتشر في جميع الاتجاهات في المكان والحيز الذي تشغله. نأخذ الغاز. نظرية الحركة الجزيئية بوجه عام تقوم على فرضية أساسية، نظرية الحركة الجزيئية للمادة سواء كانت صلبة أم سائلة أم غازية تقوم على فرضية أساسية. هذه الفرضية تقول أن جزيئات المادة في حالة حركة، أي أن نظرية الحركة الجزيئية هي نظرية ترتكز على فكرة تقول أن جسيمات المادة في حالة حركة دائمة. ما المقصود بنظرية الحركة الجزيئية فقط؟ حينما يقال ذلك نقول نعم، نظرية الحركة الجزيئية هي النظرية التي ترتكز على فكرة أن جسيمات المادة في حالة حركة دائمة، كما نرى في الصورة أمامنا. هذه جسيمات مادة، هذه الأسهم دليل على حركتها، فأن جسيمات هذه المادة دائما في حالة حركة، تأتي من مكان إلى مكان، هذه الحركة مستمرة، هذا الحركة لا تتعارض مع كون المادة صلبة أم سائلة أم غازية. إذن نظرية الحركة الجزيئية تنطبق على جميع المواد كنظرية، لا نقول المادة الصلبة لا تتحرك، لا، جزيئات المادة الصلبة تتحرك، ولكن هناك فرق بين حركتها وحركة الغاز، بين حركتها وحركة جزيئات السائل، لكن تتحرك. إذن نظرية الحركة الجزيئية نظرية تتعلق بحركة جسيمات المواد. سوف ندرس أولا الحالة الغازية، وبناء على الحالة الغازية نتعرف على فرضيات نظرية الحركة الجزيئية لمن؟ للغازات. هذه الفرضيات عبارة عن 5 فرضيات أساسية، ندرسها بشيء من التفصيل، ندرسها بشيء من التفصيل. إذا تستند نظرية الحركة الجزيئية للغازات إلى الفرضيات 5 التالية. الفرضية الأولى: تتألف الغازات من أعداد كبيرة من الجسيمات المتناهية الصغر والبعيدة عن بعضها مقارنة بحجمها. نأخذ مثال بسيط، الغرفة التي نجلس بها تحتوي على غاز، جزيئات الهواء الجوي، نيتروجين وأكسجين وغازات أخرى بنسب ضئيلة. هذه الجزيئات موجودة، كميتها هل تساوي كمية المادة الصلبة الموجودة في نفس الغرفة لو ممتلأة بها؟ لا، عدد الجزيئات أقل، عدد الجزيئات أقل والحجم كبير. ذلك ما يميز الغازات، أن حجم كبير يحتوي على عدد جزيئات أقل، بمعنى أن هناك أعداد كبيرة من الجسيمات المتناهية الصغر وبعيدة عن بعضها.
أي أن هناك مسافات كبيرة بينها وبين بعضها البعض. ذلك يفسر لنا أن كتلتها صغيرة وحجمها كبير. من الكتلة والحجم تعلمنا قبل ذلك أن نوجد الكثافة، لأن كثافة أي مادة تساوي كتلة المادة تقسيم الحجم. فإذا كان المقام وهو الحجم كبير دل على أن الكثافة صغيرة. إذن من هذه الفرضية من الممكن أن نستنتج أن كثافة الغازات منخفضة. علل، لماذا تعتبر كثافة الغازات منخفضة بالمقارنة مع كثافة السوائل والمواد الصلبة؟ لأن الغازات تتألف من أعداد كبيرة من الجسيمات المتناهية الصغر والبعيدة عن بعضها مقارنة بحجمها، أي أن نسبة الكتلة تقسيم الحجم هي نسبة صغيرة، ولذلك تكون الكثافة صغيرة. أشبه بشيء كبير، بينما تظهر الجزيئات متباعدة عن بعضها فتكون كتلتها صغيرة، أعدادها أقل من الحالة الصلبة أو الحالة الغازية، لأن هناك مسافات كبيرة تفصل بين الجزيئات وبعضها. أيضا ذلك يؤدي إلى سهولة انضغاط جزيئات الغاز، لأن إذا كانت الجزيئات بينها مسافات بعيدة فمن الممكن أن يحدث انضغاط فتقترب المسافات من بعضها، ويحدث هذا الانضغاط إلى أن تقترب من الحالة السائلة بعدها لا تنضغط. لذلك المادة في الحالة الغازية يحدث لها انضغاط قابلة للضغط، بينما السوائل والمادة الصلبة لا تنضغط، لأن الجزيئات لا تقترب أكثر مما تكون عليه. انظر في هذا الشكل، ايه جزيئات الغاز كما نرى بعيدة عن بعضها البعض، واضح كثافتها منخفضة لأن الحجم الذي تشغله كبير وعدد الجزيئات أقل مع أنه كثير، ولكنه من الممكن أن يكون أكثر من ذلك في هذا الحجم. انظر حينما نضغط هذا الشكل فإن نفس عدد الجزيئات موجود، وهو الموجود في الشكل A هو نفسه الموجود في الشكل B، ولكنه في الشكل B يوجد في حجم أقل. إذن المسافات الموجودة الكبيرة بين الجزيئات أدت إلى سهولة الانضغاط. إذا أخذنا على سبيل المثال الشكل A، انظر هذا العدد من الجزيئات على الحجم، يحدث لنا ونتأكد أن الكثافة تكون منخفضة. هذا الانضغاط يتم إلى أن يتحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، بعدها لا يحدث انضغاط. إذن الفرضية الأولى تتناول أن هناك أعداد كبيرة من جسيمات الغاز يوجد بينها مسافات كبيرة، أي تنتشر في فضاء واسع، تفسر لنا سهولة انضغاط جزيئات الغاز، تفسر لنا انخفاض كثافة الغازات. الفرضية الثانية تتناول التصادم الحادث بين جزيئات الغاز وبعض. لابد أن أفسر بكرات البلياردو مثال بسيط. نجد أن كرات البلياردو حينما تصطدم ببعضها ترتد وتتحرك، كأن نفس طاقة الحركة التي حدثت عند اصطدامها هي نفسها الموجودة بعد الاصطدام، بمعنى أنه لا يحدث فقد للطاقة الحركية الكلية. عند الاصطدام كرة تصطدم بالأخرى فتحرك الأخرى، ونجد أن مجموع حركة الكرتين بعد التصادم هو نفس مجموع حركة الكرتين قبل التصادم، عكس السيارات.
لا قدر الله في حال التصادم، نجد أن لو سيارتين متقابلتين بسرعة عالية، وسرعة عالية معناه أن كل سيارة تمتلك طاقة حركة عالية، لكن حين التصادم من الممكن أن يقف السيارتان محلهم. إذن بعد التصادم فقدت الطاقة الحركية، أو على الأقل فقد جزء منها. في هذا الحال يقال أن التصادم غير مرن، إنما إذا كانت الطاقة الحركية تم الاحتفاظ بها بعد التصادم مثل كرات البلياردو مثلا، فإنها يقال في هذه الحالة أن التصادم تصادم من النوع المرن. إذن هناك نوعان من التصادم، تصادم يسمى تصادم مرن، وتصادم آخر يسمى تصادم غير مرن. الفرق بينهما أن في التصادم المرن تحتفظ المواد بالطاقة الحركية الكلية لهما بعد التصادم، أي أن مجموع الطاقات الحركية للمواد المتصادمة قبل التصادم هو نفسه مجموع الطاقات الحركية للمواد المتصادمة بعد التصادم. ليس معناه أن كل مادة تحتفظ بطاقة حركتها، لكن مجموع الطاقات، أي أن لو عندي كرتان، الكرة الأولى طاقة حركتها 3 والثانية 5، بعد التصادم الأولى أصبحت 2 والثانية 6، مجموع الطاقات في الأول 8 وفي الثانية 8، إذن مجموع طاقتهم ثابتة، ولا يعني ذلك أن طاقة كل مادة فيهم تظل ثابتة. بينما في التصادم غير المرن لابد أن يحدث فقد في الطاقة، أي أن إذا سيارتان تتحركان بطاقة حركة عالية لابد بعد التصادم أن تكون طاقة الحركة الناتجة لهما مجموعها أقل من التي كانت موجودة قبل التصادم. نظرية الحركة الجزيئية للغاز تفترض أن التصادم الحادث بين جزيئات الغاز وبعضها البعض من النوع المرن. نلاحظ الفرضية الثانية، التصادم بين جسيمات الغاز واصطدامها بجدران الوعاء كل منهما تصادم من النوع المرن، أي أن سواء التصادم بين جسيمات الغاز وبعضها البعض أو التصادم بين جسيمات الغاز وجدران الإناء الذي يحويها، في هذه الحالة أو تلك التصادم من النوع المرن، أي أن الطاقة الحركية لجسيمات الغاز لا تفقد. ذكرنا تصادم المرن هو التصادم الذي لا يرافقه فقدان للطاقة الحركية الكلية للمادة المتصادمة. معناه أن التصادم غير المرن على النقيض على العكس هو التصادم الذي يصاحبه فقد للطاقة الكلية الناتجة بعد التصادم. مصطلحات علمية سهلة وبسيطة ولا بد أن نستوعبها، تصادم مرن وتصادم غير مرن. ونربط بين ذلك وبين الفرضيات، فرضيات نظرية الحركة الجزيئية للغازات، الفرضية الثانية تفترض أن التصادم بين جسيمات الغاز وبعضها البعض، والتصادم بين جسيمات الغاز وجدران الإناء الذي تحويه هو تصادم من النوع المرن. انظر هذا الشكل يوضح التصادم بين جسيمات الغاز وبعضها البعض وجسيمات الغاز مع جدران الإناء. لاحظ هذه الحركة تعني أن نفس الطاقة عند التصادم تظل موجودة بعد التصادم، أي أن يرتد الجسمان بنفس سرعتهما تقريبا، بنفس طاقة الحركة الناتجة لهما قبل التصادم. وأيضا التصادم مع جدران الإناء ترتد مرة أخرى تقريبا بنفس السرعة، فلا تفقد جزء من طاقتها كما سنرى قانون الطاقة الحركية فيما يلي. وذلك هي الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة تتناول حركة جسيمات الغاز.
ذكرنا أن نظرية الحركة بوجه عام تعتمد على فكرة واحدة، على ركيزة واحدة، وهي أن أي مادة جسيمتها في حالة حركة. الآن نتحدث عن نوع واحد من المواد وهو الحالة الغازية. إذن جسيمات الغاز في حالة حركة، ولكن هنا نزيد شيء يختص به الغاز، أن هذه الحركة حركة عشوائية في جميع الاتجاهات، مما يعني أن للغاز طاقة حركة. جسيمات الغاز لها طاقة حركة. انظر الفرضية الثالثة، تكون جسيمات الغاز في حالة حركة دائمة سريعة عشوائية في جميع الاتجاهات. جسيمات الغاز في حالة حركة دائمة سريعة عشوائية في جميع الاتجاهات، وذلك يفسر أن للغاز طاقة حركة. لجسيمات الغاز طاقة حركة. تتغلب الطاقة الحركية للجسيمات على قوى التجاذب بينها، إلا في حال اقتراب الغاز من درجة الحرارة التي يتكاثف عندها ليصبح سائل. في هذه الحالة، حينما يقترب الغاز من درجة الحرارة التي يصبح عندها سائل، يعني تقل درجة حرارة الغاز إلى أن يتحول إلى سائل، تقل طاقة الحركة بشكل كبير، تقل سرعة الجسيمات، تقل حركتها. بينما طالما كان غاز فإن جسيماته في حالة حركة دائمة، حركة عشوائية سريعة في جميع الاتجاهات. انظر إلى هذا الشكل، جسيمات الغاز في الشكل إيه؟ تتحرك حركة سريعة عشوائية، قمنا بتوضيحها في الشكل بي، في جميع الاتجاهات يحدث اصطدام مع جدران الإناء، ونتيجة الاصطدام ترتد بنفس سرعتها تقريبا، تصطدم الجزيئات مع بعضها البعض وترتد. هذه الحركة حركة عشوائية في أي اتجاه كما نرى، سريعة وتحتوي كلها داخل الإناء الذي يحتوي. الفرضية الرابعة لفرضيات نظرية الحركة الجزيئية للغازات تتعلق بقوى التجاذب والتنافر. لاحظ أننا نتحدث عن غاز، هذا الغاز سوف نسميه الغاز المثالي، لأن هذه الفرضية على وجه الخصوص لا توجد إلا إذا كان هذا الغاز غاز تخيلي افتراضي، لأن من الحقائق العلمية المعروفة أن جسيمات أي مادة يوجد بينها قوى تجاذب، حتى لو كانت هذه القوى ضعيفة جدا، ولكن هناك قوى تجاذب بين جسيمات المادة وبعضها البعض. ولكن تقل هذه القوى كلما ابتعدت الجسيمات عن بعضها البعض، ولأن جسيمات الغاز متباعدة فتقل هذه القوى، فسوف نفترض إنها قلت للدرجة التي تلاشت فيها، أي أنه لا توجد قوى تجاذب بين جسيمات الغاز وبعضها البعض. في هذه الحالة يكون الغاز يسمى غاز مثالي، وهذه الفرضية هي الفرضية الرابعة من فرضيات نظرية الحركة الجزيئية للغازات، والتي تفترض أنه لا توجد قوى تجاذب أو تنافر بين جزيئات الغاز وبعضها البعض. لا توجد قوى تجاذب أو تنافر بين جزيئات الغاز بعضها وبعض. ولذلك يقال يمكن تصور جزيئات غاز مثالي تسلك سلوك كما ذكرنا كرات بلياردو صغيرة، تتصادم ولا تتلاصق، بل ترتد مبتعدة بشكل تلقائي عند اصطدامها،
أي أنه لا توجد بين جزيئتها تجاذب، وإلا إذا حدث تجاذب كما يحدث بين المغناطيس وقطعة الحديد، حينما يحدث تصادم انتهى الأمر، التصق معا. في هذه الحالة قوة التجاذب منعت ارتداده. أو أن لو أن جسمين بينهما تنافر كشحنتان موجبتان أو شحنتان سالبتان أو قطبان مغناطيسيان شماليان أو قطبان جنوبيان يحدث بينهما تنافر، في أي حالة من هذه الحالات حينما يقترب من بعضهما لا يصطدمان في الأساس، لأن هناك قوة تنافر تمنع اصطدامهم، وبالتالي قوة التجاذب أو التنافر إذا تواجدت فإن هذه المادة لا تكون غاز بخصائص الغاز المعروفة. يفترض أن جسيمات الغاز لا يوجد بينها قوة تجاذب أو تنافر، وذلك يسهل حركتها، لأن لو أن بينها قوة تجاذب الحركة هتكون محدودة، مثل الحالة الغازية قوة التجاذب فيها أكثر، الحالة الصلبة قوة التجاذب بين الجسيمات أكبر، وبالتالي الحركة تكون محدودة، بينما في الغاز كما ذكرنا أن حركة جسيمات الغاز حركة سريعة عشوائية في جميع الاتجاهات، وكما ذكرنا وشبهنا بكرات البلياردو حينما تصطدم ببعضها لا تفقد طاقتها الحركية ثم ترتد مرة أخرى، ثم لا يحدث تجاذب ولا التصاق بل تنتقل وتتحرك مرة أخرى في جميع الاتجاهات. إذن الفرضية الرابعة لا يوجد قوى تجاذب أو تنافر بين جسيمات الغاز، وكما ذكرنا هذه الخاصية على وجه الخصوص إذا تواجدت تؤكد أن هذا الغاز يكون غاز مثالي كما سنرى. الفرضية الأخيرة وهي أهم هذه الفرضيات، أن لأي مادة متحركة طاقة حركة، طالما ذكرنا أن جسيمات الغاز متحركة إذن لها طاقة حركة، كما درسنا في مادة الفيزياء ونؤكد على الترابط بين المواد العلمية وبعضها البعض، لا تدرس الفيزياء بمعزل عن الكيمياء ولا الكيمياء بمعزل عن الفيزياء، لأن هناك من القوانين الكثير المشترك بينهم، ولكن أحيانا في التناول يتم تناوله في الفيزياء من جهة معينة وفي الكيمياء من جهة أخرى. درسنا في الفيزياء أن طاقة حركة أي جسيم متحرك بتساوي نص ام في سكوير، يعني نص مضروبة في الكتلة، كتلة هذا الجسيم المتحرك مضروبة في مربع سرعته. طاقة حركة أي جسيم متحرك تساوي نص ام في سكوير، نص الكتلة في مربع السرعة. ذكرنا أن جسيمات الغاز في حالة حركة، إذن فرضية الأخيرة الخامسة لنظرية الحركة الجزيئية أن جزيئات الغاز لها طاقة حركة، هذه الطاقة أيضا كأي طاقة حركة تساوي نص ام في سكوير. هذه الطاقة تعتمد على درجة الحرارة. تعودنا من القانون أن نستنتج منه العلاقة بين المواد الموجودة فيه أو عناصر هذا القانون. هذا القانون عندي بين طاقة الحركة الكاينيتك انرجي نص ام في سكوير، يربط بين طاقة الحركة والكتلة والسرعة. من أين أتت درجة الحرارة؟ كيف يقال أن جزيئات الغاز طاقة حركتها تعتمد على درجة حرارتها وفي القانون لا يوجد ما يفيد أنها طاقة تعتمد على درجة حرارة، لأن واضح أن طاقة الحركة تعتمد على الكتلة ومربع السرعة. كيف أستاذنا تقول أن طاقة حركة الجسيمات تعتمد على درجة حرارتها؟ كما ذكرنا الكيمياء
والفيزياء والرياضيات والمواد العلمية تعتمد على مستويات التفكير العليا. تشترط لدى الطالب الذي يرغب في القسم العلمي ويرغب في تحقيق مستقبل باهر أن يكون لديه من مهارات التفكير العليا الكثير، أو على الأقل ينميها. هذا القانون طاقة الحركة يساوي نص ام في سكوير. علامة تتوقف طاقة الحركة على الكتلة ومربع السرعة. لماذا ذكرنا في العبارة أنها تتوقف على درجة الحرارة؟ نعم، هناك طلاب ما شاء الله تتميز بمهارات التحليل والتركيب والتفكير، ما شاء الله، ونتمنى لكم مستقبل باهر. فعلا سرعة الجسيمات تعتمد على طاقة حركتها. أنت حينما تأتي بإناء من الماء وتضعه على النار وتتركه حين يغلي، تشاهد كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادت حركة الجسيمات، كلما زادت سرعتها. ده هذا في المادة السائلة، فما بالك الغازات. إذن سرعة الغاز تعتمد على درجة الحرارة، كلما زادت درجة حرارة كلما زادت سرعة الجسيمات، وبالتالي زادت طاقة الحركة. إذن هنا حينما نقول أن معدل الطاقة الحركية للغاز يعتمد على درجة حرارته، هذا الكلام صحيح، لأن درجة الحرارة تؤثر في السرعة، والسرعة تؤثر في طاقة الحركة. إذن إذا عندي نفس الغازين، يعني كتلة الغازين واحدة، أحضرنا غاز نيتروجين وغاز نيتروجين، نفس الكمية نفس الكمية، ووضعنا أحدهما في إناء وجعلنا درجة حرارته 70 والآخر درجة حرارته 30، أيهما يكون طاقة حركته أعلى؟ ذو الحرارة الأعلى، لأن طاقة الحركة تزيد بزيادة درجة الحرارة، لأن درجة الحرارة تزود السرعة، وحينما تزيد السرعة فيزيد المقدار المكون لطاقة الحركة. إذن تعتمد الطاقة الحركية لجزيئات الغاز على درجة حرارتها. إذا كان هناك غازات مختلفان بالطبع يختلفان في الكتلة، أيهما يكون له طاقة حركة أعلى لو وضع في نفس الظروف الأخرى؟ أي في إناء له نفس الحجم ونفس درجة الحرارة، أي نفس سرعة حركة الجسيمات، أيهما يكون طاقته الحركية أكبر؟ إذا الكتلة الأكبر أم الكتلة الأقل؟ لاحظ هنا، إذا كان لجسيمين نفس طاقة الحركة، أو غازين نفس طاقة الحركة، فإن الجسم الذي كتلته أكبر سرعته أقل، والجسم أو جسيمات ذو الكتلة الأقل سرعتها أكبر، لأن لابد أن يكون حاصل ضرب نص ام في سكوير متساوي، لأننا نقول أنه إذا كانت طاقة الحركة متساوية لغازين، معنى ذلك أن الغاز ذو السرعة الأعلى يكون هو الغاز ذو الكتلة الأقل، والغاز ذو السرعة الأقل يكون هو الكتلة الأعلى. وبالتالي من الممكن أن نستنبط أن تزداد سرعة جسيمات الغاز ذو الكتلة الأقل، بينما تقل سرعة جسيمات الغاز ذو الكتلة الأعلى، وكما سنرى ذلك بعد ذلك تفصيلا في أجزاء من مقررنا إن شاء الله.
هذه المعادلة تسمى معادلة الطاقة الحركية للأجسام الحركية بوجه عام، وكما ذكرناها على وجه الخصوص في الحالة الغازية. إذن كينيتك انرجي تساوي نص ام في سكوير. فكر لجزيئات نفس الغاز، ما الذي تتوقف عليه الطاقة الحركية؟ نفس الغاز، أي أنها نفس الكتلة، نفس الغاز، إذن جسيمات لها نفس الكتلة، إذن تتوقف على السرعة، وقلنا أن السرعة تتوقف على درجة الحرارة، إذن نستنتج أن لجزيئات نفس الغاز تتوقف الطاقة الحركية على درجة الحرارة. فكر أيضا لجزيئات غازين مختلفين مثل الهيدروجين والأكسجين مثلا، أيهما أعلى طاقة حركية في نفس درجة الحرارة؟ هنا الأعلى طاقة حركية، قلنا في نفس درجة الحرارة، إذن لهم نفس السرعة. الأعلى طاقة حركية كما ذكرنا يكون هو الأقل كتلة، لأن أقل كتلة يتحرك بسرعة أكبر، فيكون له قيمة أكبر لطاقة الحركة. نأتي الآن لجزء هام، وهو الربط بين فروض نظرية الحركة الجزيئية وبين طبيعة الغازات، أو على وجه الخصوص الخصائص المميزة للغازات. كما ذكرنا أن الغاز سوف نطلق عليه غاز مثالي، وهذا الغاز المثالي غاز نظري تخيلي افتراضي. نظري يعني غالبا لا يكاد يكون موجود في الطبيعة، أو إذا كان موجود يوجد في ظروف خاصة. غاز نظري يتماشى تماما مع كل الفرضيات الخمسة التي نصت عليها النظرية الحركية للغازات. في هذه الحالة يطلق على الغاز غاز مثالي، بينما الغاز الحقيقي وهو الموجود والذي نعرفه ونتعامل معه هو غاز لا يتفق بشكل تام مع فرضيات نظرية الحركة الجزيئية للغازات. بمعنى أن الغاز المثالي لابد أن ينطبق عليه الخمس فرضيات: جسيمات كثيرة بينها مسافات بينية كبيرة، كثافتها منخفضة قابلة للانضغاط، التصادم بين جسيمات الغاز من نوع المرن، تتحرك جسيمات الغاز حركة سريعة عشوائية في جميع الاتجاهات، تمتلك جسيمات هذا الغاز طاقة حركة، هذه طاقة الحركة بتساوي نص ام في سكوير. كل هذه الفرضيات تنطبق عليه، وخصوصا فرضية أنه لا يحدث تجاذب أو تنافر بين جسيمات الغاز. بينما إذا كانت هناك فرضية على الأقل غير متوفرة يسمى غاز حقيقي. إذا كان التصادم بين جسيمات الغاز وبعضها البعض أو بعضها وجدران الإناء غير مرنة، إذن يكون غاز حقيقي. إذا حدث فقد للطاقة الحركية يكون غاز حقيقي. إذا حدث تجاذب ولو بسيط، إذن غاز حقيقي. إذن الغاز المثالي غاز نظري تخيلي افتراضي يتماشى تماما مع كل الفرضيات الخمسة التي نصت عليها النظرية الحركية للغازات. الغاز الحقيقي غاز لا يتفق بشكل تام مع فرضيات نظرية الحركة الجزيئية للغازات. تعالوا نسأل سؤال هام: متى يسلك الغاز الحقيقي سلوك الغاز المثالي؟ نفكر. عند غاز حقيقي طبيعي يكون هناك قوة تجاذب ولو ضعيفة بين جسيماته. كيف يسلك هذا الغاز الحقيقي سلوك الغاز المثالي؟ ماذا تفعل به حتى تلاشي تماما قوى التجاذب أو التنافر الموجودة بين الجسيمات، حتى تجعلها تتحرك حركة سريعة عشوائية في جميع الاتجاهات؟
أسهل عليك، ماذا يحدث إذا رفعنا درجة حرارة الغاز؟ نعم، تزداد طاقة حركته، تزداد سرعة حركة الجسيمات، فتحقق شرط أن الجسيمات تتحرك حركة سريعة عشوائية في جميع الاتجاهات. ماذا يحدث إذا قللنا الضغط؟ يعني تركنا الغاز في حجم أكبر، في مساحة أكبر، إذن يكون هناك متسع لجسيمات الغاز أن تبتعد عن بعضها أكثر فأكثر، أن تلاشي من قوى التجاذب والتنافر الموجودة بينها، أن تقلل من فقد الطاقة. إذن من الممكن أن نحول الغاز الحقيقي إلى غاز مثالي في حالتين: أن نرفع درجة حرارته وأن نقلل الضغط الواقع عليه. إذن يسلك الغاز الحقيقي سلوك الغاز المثالي إذا توفر الشرطين التاليين: ضغط منخفض، حرارة مرتفعة. في هذه الحالة إذا توفر الشرطان كان الغاز الحقيقي يسلك سلوك الغاز المثالي. ولكن هناك نقطة لابد أن ننتبه إليها، أن الغازات تختلف عن بعضها البعض، وسوف نرى بعدما نتعرف على خصائص الغازات ونربطها بنظرية الحركة الجزيئية كيف يشذ الغاز عن الغاز المثالي. تعالوا نتعرف أولا في ضوء نظرية الحركة الجزيئية فسر خصائص الغازات. أول هذه الخصائص: التمدد. نعم، لا تمتلك الغازات شكل أو حجم محدد، لذلك فهي تملأ شكل الوعاء الذي توضع فيه، وبالتالي قادرة على التمدد. نربط ذلك بنظرية الحركة الجزيئية، تفسر النظرية ظاهرة التمدد بالفرضين الثالث والرابع، والذي يتحدث عن حركة جسيمات الغاز بسرعة وفي جميع الاتجاهات دون أي تجاذب يذكر. فالفرضية الثالثة: تحرك جسيمات الغاز في جميع الاتجاهات. الفرضية الرابعة: لا يوجد تجاذب بين الجسيمات، تفسر تمدد. إذن حينما يقول لك في ضوء نظرية الحركة الجزيئية للغازات فسر تمدد جسيمات الغاز، نقول يتم تفسير ذلك في ضوء النظرية أن جزيئات الغاز تتحرك بسرعة عالية في جميع الاتجاهات حركة عشوائية، ولا يحدث تجاذب بين جزيئات الغاز وبعضها البعض، وبالتالي تكون قادرة على التمدد وأن تملأ شكل الوعاء الذي تحتويه، فهي تأخذ شكل الإناء وحجم الإناء الذي توضع فيه، أي أن لا تمتلك لنفسها بشكل محدد ولا حجم محدد. أيضا فسر الميوعة، لماذا تعتبر جزيئات الغاز من الموائع ويعتبر الغاز مائع؟ جزيئات الغاز تنساب بعضها فوق بعض كما الموائع تماما، وكأنها سائل، لذلك تعتبر من الموائع. كيف نفسر ذلك؟ الفرض الرابع: أنه لا يكون هناك قوى تجاذب بين جزيئات الغاز وبعضها البعض، أي أن قوى التجاذب بين الجزيئات مهملة، وبالتالي يسهل انسياب جزيئات الغاز بعضها فوق بعض، لذلك يعتبر الغازات من الموائع. أيضا نفسر انخفاض الكثافة، كما ذكرنا الفرض الأول: جسيمات الغاز بعيدة عن بعضها البعض، وهذا يفسر الكثافة المنخفضة لها. في الفرض الأول تكون جزيئات الغاز أكثر تباعدا مما هي عليه في الحالة الأخرى، سواء الحالة السائلة أو الغازية. أيضا قابلية الانضغاط من الفرضية الأولى، حينما نتعلم في الفرضيات سهل جدا نفسر ونبني عليها.
ما علينا إلا تعلم الخمس فرضيات، ثم بناء عليها بمهارات تفكير نستنتج كل هذه الأمور. قابلية الانضغاط، جزيمات الغاز متباعدة، كثافتها منخفضة، إذن قابلة للانضغاط كما درسنا في الفرض الأول من الفرضيات. الانتشار والتدفق، جسيمات الغاز لها خاصية الانتشار ولها خاصية التدفق. نرى ما هو الانتشار، ظاهرة الامتزاج التلقائي بين جسيمات المواد بفعل حركتها العشوائية، أي أن جسيمات الغاز تنتشر في بعضها، كما ذكرنا بمجرد ما استخدم عطر في هذه الغرفة فإن جسيمات الغاز الناتجة تنتشر بين جميع جسيمات الغازات الموجودة في الغرفة، فيكون هذه تسمى ظاهرة الانتشار، أي أن الانتشار امتزاج بين جسيمات المواد وبعضها البعض. ولكن التدفق هو عملية انتقال أو مرور جسيمات غاز من خلال فتحات صغيرة. نفرق بين المفهومين وسوف ندرس درس تفصيليا عن الانتشار والتدفق، والآن علينا فقط أن نعرف ما الفرق بين الانتشار والتدفق. الانتشار ظاهرة امتزاج تلقائي بين جسيمات المواد بفعل حركتها العشوائية، بينما التدفق عملية يتم بمقتضاها مرور جسيمات غاز من خلال فتحة صغيرة، كما نرى في الصورة في الشكل هذا قنينة الغاز، هذا عملية للانتشار، جسيمات الغاز خرجت من القنينة انتشرت في الغاز الموجود، بينما هذا الكيس الذي يحتوي على مواد لها رائحة نفاذة مثل البصل به فتحات صغيرة جدا ينتقل منها، يمر منها الغاز الذي يحمل الرائحة، في هذه الحالة يسمى تدفق، ولكن في الحالة الأولى يسمى انتشار. نفسر الانتشار والتدفق في ضوء نظرية الحركة الجزيئية للغازات، أن معدل انتشار غاز يعتمد على ثلاث خصائص: سرعة هذا الغاز وأنصاف أقطاره وقوة التجاذب بينه. وبالتالي كلما كانت سرعة جسيمات الغاز عالية كان الانتشار أسرع، كلما كان حجم ذراته أقل كان الانتشار أكبر، لأنه كان من السهل أن ينتشر وينتقل، كما ذكرنا الكتلة الأقل تعطي سرعة أكبر فينتشر. تفسير الانتشار والتدفق، تكون جزيئات الغاز في حالة حركة عشوائية وسريعة ومستمرة في جميع الاتجاهات، كما نرى هنا غاز واحد وغاز اثنان. انظر ماذا يحدث، غاز اثنان انتشر بسرعة أكبر من غاز واحد لأن جسيماته أقل كما نرى في الحجم وأقل في الكتلة، فيكون سرعة انتشاره أعلى. وهنا مرور عملية تدفق، مرور جسيمات الغاز من خلال فتحات صغيرة في الشكل بي، فيسمى ذلك تدفقا. تعالوا معا نعرف كيف ينحرف سلوك الغاز الحقيقي عن الغاز المثالي. ذكرنا أن هناك نقطتان أساسيتان، أن الغاز الحقيقي يقترب من الغاز المثالي، ذلك في درجات الحرارة العالية وفي الضغط المنخفض، ولكن إذا حدث العكس، درجات حرارة أقل ضغط أعلى، في هذه الحالة يبتعد أو ينحرف عن سلوك الغاز المثالي. تسلك غالبية الغازات سلوكا مثاليا عندما تكون جسيمتها متباعدة ويكون لديها ما يكفي من الطاقة الحركية، ولكن الغازات الحقيقية جميعها تنحرف إلى حد ما عن سلوك الغاز المثالي. علل فاندر فالز هذا الانحراف بأن جسيمات الغاز الحقيقي تشغل حيز وتمارس قوة تجاذب على بعضها البعض، ولكن كما ذكرنا عند توفر الضغوط العالية والحرارة المنخفضة تكون الجسيمات متقربة ولا تكفي طاقتها الحركية للتغلب تماما على قوى التجاذب.
من أقرب الغازات الحقيقية للغازات المثالية نوعين من الغازات: الغازات ذات الجزيئات المفردة مثل جزيئات الغاز النبيل، والجزيئات التي تتكون من جسيمات ثنائية الذرية ولكنها لنفس العنصر مثل جزيئات النيتروجين أو جزيئات الأكسجين أو جزيئات الهيدروجين. في هذه الحالة تقريبا لا يوجد تجاذب بين الجزيئات وبعضها، أو إن وجد يكون التجاذب أقل. ولكن إذا وجدنا غاز مثل بخار الماء أو غاز مثل كلوريد الهيدروجين HCl أو غاز مثل الأمونيا NH3، هذه الغاز تكون أكثر انحرافا وتنحرف بشكل ملموس. السبب في ذلك أن هذه الجسيمات يوجد بينها قوة تجاذب أكيد، لأن هذه الجسيمات تتميز بصفة القطبية كما ذكرنا ودرسنا في الصف العاشر أن هناك قطبية بين جسيمات الغاز H2O، في فرق في السالبية الكهربية بين الهيدروجين والأكسجين، وبالتالي حينما تقترب الجزيئات من بعضها يوجد تجاذب بين ذرات الهيدروجين من جزيء مع ذرات الأكسجين من جزيئات أخرى، وبالتالي ينحرف الغاز عن سلوك الغاز الحقيقي. إذن من أقرب الغازات الحقيقية للغازات المثالية هي الغازات النبيلة مثل الهيليوم والنيون، فجسيمات هذه الغازات يوجد بينها قوى تجاذب ضعيفة، وهي أيضا أحاديد الذرة لذلك لا تكون قطبية. أما الجزيئات الأخرى إذا كانت عادية كالنيتروجين والهيدروجين جزيئاتها أيضا غير قطبية ولكنها ثنائية الذرة، وتكون أيضا قريبة ومشابهة لسلوك الغاز المثالي. ولكن إذا كان هناك قطبية، كلما ازدادت قطبية جزيئات الغاز تزيد قوة التجاذب بينها ويزيد انحراف الغاز عن الغاز السلوك المثالي. فالغازات الشديدة القطبية مثل الأمونيا، علل الأمونيا ينحرف عن الغاز المثالي سلوكه، وبخار الماء تنحرف عن السلوك المثالي بدرجة كبيرة، وذلك لوجود قطبية عالية بين جسيماتها، لذلك تنحرف عن السلوك المثالي بدرجة كبيرة مقارنة بالغازات غير القطبية. تعالوا معا نأخذ بعض التطبيقات وبعض الأسئلة للمراجعة للتطبيق على ما تعلمنا، وسريعا أرجو سرعة البديهة، أرجو المتابعة، أرجو الاستنتاج الجيد. نرى أسئلة الاختيار متعددة. 1. وفقا لنظرية الحركة الجزيئية تتكثف الغازات إلى سوائل بسبب الجاذبية الأرضية، الضغط، القوة بين الجزيئات، التصادم المادي. ما السبب في تكثف الغازات وذلك وفقا لنظرية الحركة الجزيئية؟ نعم، الجواب القوة بين الجزيئات. جيم. تفسر نظرية الحركة الجزيئية سلوك هل الغازات فقط، المواد الصلبة والسائلة، السوائل والغازات، المواد الصلبة والسائلة والغازية. نعم، الإجابة دال المواد الصلبة والسائلة والغازية، لأننا ذكرنا نظرية الحركة تنطبق على جميع المواد. أي عملية يمكن تفسيرها من خلال نظرية الحركة الجزيئية؟ الاشتعال أي الاحتراق، الأكسدة، التكثف، تفاعلات الاستبدال. سهل، نعم تكثف. وفقا لنظرية الحركة الجزيئية أي المواد التالية مؤلفة من جسيمات؟ الغازات المثالية فقط، الغازات كافة، المواد كافة، المواد كافة عدا الصلبة. نعم، إجابة جيم، جميع المواد تتكون من جسيمات. تفسر نظرية الحركة الجزيئية خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازية من خلال طاقة الجسيمات، و اختر قوة الجاذبية الأرضية،
القوى العاملة بين الجسيمات، الانتشار، كتلة الجسيمات. اختر، فكر، تفسر نظرية الحركة الجزيئية، خصائص المواد الصلبة والسائلة والغازية من خلال الطاقة و القوى العاملة بين الجسيمات لقوى التجاذب والتنافر بين الجسيمات وبعضها البعض. وفقا لنظرية الحركة الجزيئية، تكون جسيمات المادة في حالة حركة فيه، لن أجيبه، سوف أترككم تجيبون عليه. نظرية الحركة بوجه عام، المادة في حالة حركة، الغاز فقط، السائل فقط، الصلب فقط، الغاز والصلب، الغاز والسائل، جميع المواد، ها؟ نعم، جميع المواد الصلبة والسائلة والغازية. الغاز المثالي هو غاز افتراضي تخيلي ليس مكونا من جسيمات، أم تنطبق عليه فرضيات نظرية الحركة كافة، أم لجسيماته كتلة تساوي الصفر، أم مكون من جسيمات ساكنة غير متحركة. ذكرنا أن من تعريف الغاز المثالي أن تنطبق عليه فرضيات نظرية الحركة كافة. على عكس الغاز المثالي، يتكون الغاز الحقيقي من جسيمات. نعم، نختار سريعا. على عكس الغاز المثالي، يتكون الغاز الحقيقي من جسيمات، نعم، تؤثر بقوة جذب على بعضها البعض. الغاز الحقيقي، نكمل باقي الاختيارات، لا يتبع كافة فرضيات نظرية الجزيئية للحركة. لا داعي لباقي الاختيارات، حيث أن الإجابة وضحت من أول اختيار أن الغاز الحقيقي لا يتبع كافة فرضيات نظرية الحركة، ولكن يجب علينا حتى إذا وجدنا ذلك أن نقرأ جميع الاختيارات حتى نختار الأدق في الإجابة. إذا تصادمت كرة حديد تبقى طاقتهما الحركية بعد التصادم كما هي قبله، وهذا مثال على قانون بويل، قانون الجاذبية، تصادم المرن، قانون بويل وشر. نعم، التصادم المرن. أيا من الآتي لا يعد من فرضيات نظرية الحركة الجزيئية: المادة مكونة من جسيمات في حالة حركة، الطاقة الحركية الكلية ثابتة، تفقد جميع الجسيمات المتصادمة جزء من طاقتها. نعم، هي الذي لا يعتبر من هذه الفرضيات هو أنها تفقد جزء من طاقتها. الجواب دال. وفقا لنظرية الحركة الجزيئية، ما الفرق بين الغازات والسوائل؟ شكل الجسيمات، كتلة كل جسيم، مسافة بين الجسيمات، نوع الاصطدام الذي يحدث، المسافة بين الجسيمات. وفقا لنظرية الحركة، جسيمات الغاز، اختر، تتجاذب ولا تتصادم، تتنافر دون تصادم، لا تتجاذب ولا تتنافر ولكنها تتصادم، لا تتجاذب ولا تتنافر ولا تتصادم. نعم، جواب لا تتجاذب ولا تتنافر ولكنها تتصادم. إذا أطلق غاز له رائحة في غرفة، فسر فسرعان ما يحس به في عموم الغرفة، وذلك لأنه ينتشر، ذو كثافة عالية، مضغوط، يتكثف. طبعا الإجابة ألف، ينتشر. أي من المواد التالية ذو الكثافة الأقل؟ نعم، سوف أتركك تجيب. ذو الكثافة الأقل، لاحظ، هل يكون السائل أم الغاز؟ أكيد أحد الغازات. هل يكون ذو الكتلة الأكبر أم الكتلة الأقل؟ الكتلة الأقل، وهو بخار الماء. تخضع كثافة المواد لتغيرات كبيرة عندما تتحول من اختر نعم سائل إلى غاز. يتسارع الانتشار بين غازين إذا كان
نعم اختر يتسارع الانتشار بين الغازين اذا كان نعم عند درجة حرارة مرتفعة وجزيئاتهما صغيرة. أي من التالي مثال على التدفق؟ تسريب الهواء من إطار عجلة مثقوبة، رائحة الفطيرة الساخنة المنتشرة في جو المطبخ، انتشار الهيليوم في جو الغرفة بعد انفجار البالون الذي يحتوي عليه، امتزاج الأكسجين والجازولين. واضح أن كلها انتشار ما عدا الأولى تدفق، تسرب من خلال عجلة مثقوبة أي من خلال ثقوب صغيرة. لماذا توصف الغازات بأنها موائع؟ الجواب لأن جسيمات الغازات تنساب بسهولة مارة بعضها ببعض لضعف قوى التجاذب بينها، لذلك تصنف الغازات بأنها موائع. سؤال أيضا، اشرح الخصائص التالية مستخدما نظرية الحركة، درسناها بالتفصيل: التمدد، الميوعة، قلة الكثافة والانضغاطية، والانتشار. درسناها بالتفصيل أثناء معالجة هذا الأمر، والإجابة أمامنا سهلة جدا. سؤال أخير، صف الظروف التي يسلك فيها الغاز الحقيقي سلوك الغاز المثالي. ذكرنا عند درجات حرارة مرتفعة وضغط منخفض، العاملان الذين افترضهما فاندرفالز لانحراف الغازات عن الغاز المثالي، قلنا تشغل جزيئات الغاز حيز من الفراغ وتمارس قوة تجاذب على بعضها البعض. هذا السؤال فيه تفكير، أي من الغازات التالية يبدي انحرافا ملموسا عن الغاز المثالي؟ طبعا الذي يحتوي على قطبية، واضح هنا انه H2O HCl NH3. لو سلكت الغازات جميعا في مقترف شروط الحرارة والضغط سلوكا وكأنها غازات مثالية، لن تكون هناك حالة سائلة او صلبة للمادة. كيف تفسر ذلك؟ لأنه إذا سلكت الغازات جميعا سلوكا مثاليا لن تمارس جسيمات أي غاز قوة تجاذب بعضها على بعض، وهي قوة لازمة لتكوين الصلب والسائل من المواد. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، نترككم أحباء الطلاب على أمل اللقاء قريبا، نكمل فيه ما تبقى لنا من مقرر 11 العلمي. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.